إن نجاح الشرطة الجزائرية وما وصلت إليه من إنجازات ميدانية في مختلف المجالات إنما يعود بالدرجة الأولى إلى التنسيق والشراكة الجيدة مع مختلف الشركاء الأمنيين في الميدان وكل الهيئات والسلطات العمومية وممثلي المجتمع المدني. أنوه من جديد أن مرافقتكم ودعمكم واجب أصيل وأننا لا ندخر أي جهد في سبيل ذلك، كما لا يفوتني أن أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لجميع منتسبي الشرطة الجزائرية على إخلاصهم في مهامهم النبيلة.